للوقوف عند الحوار الاستراتيجي الذي سيجريه الكاظمي في واشنطن خلال أيام في ظل تزايد نفوذ الميليشيات في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. أستاذ مجاهد، مرحبا بكم. في الوقت الذي تصعد الميليشيات الموالية لإيران في العراق هجماتها على المصالح الأمريكية، لكن قاسم الأعرجي يصرح بأن العراق ليس بحاجة لأي قوة قتالية أجنبية. السؤال المطروح، ما الرسالة التي تريدها إيران من خلال الفعل الميليشياوي وأيضا من خلال التصريحات من أشخاص محسوبين على السلطة في بغداد؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم. طبعا الرسالة الإيرانية تريد أن تقول بأن الوضع العراقي سيبقى على ما هو عليه، وأن هذه الميليشيات ستبقى هم أدوات ووكلاء للمشروع الإيراني في العراق، وأن هذا التصعيد الذي يحدث حاليا هو جزء من ضغوط تمارسها إيران عبر وكلائها لتحسين شروطها التفاوضية التي لا تزال تفاوض في فيينا في يعني مسارات تبدو الولايات المتحدة فيها غير محسومة القرار، ولم يتبلور لديها أي نتيجة إلى الآن. لذلك الرسالة الإيرانية واضحة من خلال ميليشياتها، لكن الحكومة العراقية بطبيعة الحال لا تستطيع أن تصرح باتجاه معاكس تماما لهذه الميليشيات، لأن الحكومة العراقية تدرك تماما أنها بحاجة إلى الولايات المتحدة، بحاجة إلى الدعم الجوي والمناطيد والنواظير الليلية والدعم الاستخباري. كل ذلك يعني يفيد بحاجة ملحة للعراق للقوات الأمريكية، وما هم بحاجة إليه هو يعني قوات قتالية، لكن هناك يعني رغبة بعدم إحراج الحكومة أمام الميليشيات، لأن الميليشيات تصعد في هذا الاتجاه. أستاذ مجاهد، كيف يمكن قراءة توقيت التصريحات الحكومية، خاصة تصريح قاسم الأعرجي يقول بأن العراق ليس بحاجة لأي قوة قتالية أجنبية على الأراضي العراقية، وأيضا هذه التصريحات تصاحبها أو صاحبتها هجوم على وزير الخارجية في حكومة الكاظمي فؤاد حسين في أثناء زيارته إلى واشنطن؟ يعني توقيت هذه التصريحات طبعا يأتي في المرحلة الرابعة من الجولة الرابعة من المفاوضات والحوار الاستراتيجي. بالمقابل هناك يعني جولة دعوات من الخارجية الأمريكية لإيران بالخوض في الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا. لذلك التناقض الذي نلحظه لدى الحكومة العراقية يأتي في سياق الولاءات المتعددة داخل الحكومة العراقية والرغبات. يعني السيد وزير الخارجية هو من الطرف الكردي ويرغب في بقاء القوات الأمريكية لأنها تساهم في دعم البيشمركة ودعم يعني ودعم قدراتها في مواجهة الإرهاب. لذلك حتى الأطراف السنية لا ترفض يعني خيارات الانسحاب الأمريكي، لكن الأطراف الولائية أو القريبة من الميليشيات ترغب بانسحاب القوات الأمريكية. فهذا التناقض هو يعبر عن صيغة الحكومة التي أنتجتها أحزاب متعددة الولاءات متعددة التوجهات، لديها مشاريع وأهداف يعني فرعية ومنها غير وطنية. أستاذ مجاهد، في ظل توغل الميليشيات في الأجهزة الأمنية والجرائم التي ترتكبها والتي كان آخرها اعتراف عنصر أمن بارتكابه جريمة، برأيكم ألا تحتاج تلك الأجهزة لإعادة ترتيب من نوع خاص؟ من المؤكد يعني الملف الإصلاح الأمني في العراق يرتبط بشكل أساسي بالإصلاح السياسي، لا إصلاح سياسي بدون إصلاح أمني. لذلك يعني عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى القوى السياسية وتحديدا القوى السياسية الشيعية التي تمسك ب يعني الكثير من القرارات الاستراتيجية في البلاد وتمسك بمفاصل النظام السياسي العراقي، لا ترغب بالإصلاح وتحابي هذه الميليشيات، لأنها تدرك أن هذه الميليشيات هي تحمي المشروع الإيراني في العراق ولا تريد أن تعارض ذلك المشروع. الإصلاح الأمني يعني إعادة ترتيب، تفعيل قانون عقوبات عسكري
يمنع ارتكاب هذه العناصر لتلك الجرائم بقطاع الدولة وسلاح الدولة وباجات الدولة وزي الدولة. لذلك هناك حاجة ملحة للإصلاح، هناك خطوات لكن بطيئة جدا. نعم. فيما يتعلق بالإصلاح طيب. الأمني وإعادة توزيع تلك العناصر بما يخدم الدولة. أستاذ مجاهد، كما تعرفون بعد أيام يلتقي الكاظمي بالإدارة الأمريكية ضمن جولات الحوار الاستراتيجي بين الكاظمي وواشنطن. طبعا من المؤكد أن يكون على طاولة الحوار ملف الميليشيات، كيف تتوقع رد الكاظمي على مطالب الولايات المتحدة بالحد من نفوذ الميليشيات المنفلتة في بغداد وبقية المحافظات؟ طبعا الحكومة العراقية منذ تسلمها للسلطة كانت لديها مهام محددة وقدرات محددة، لذلك هي جزء أساسي من أهداف وجودها هي وقف التصعيد وخلق حالة من التوازن بين نفوذ ومصالح الولايات المتحدة ونفوذ ومصالح إيران. لذلك أي خطوات من الممكن أن يقوم بها السيد الكاظمي من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد، وهذا يعني يعاكس الأهداف التي وضعت لحكومته. لذلك أنا لا أعتقد أن يعني هناك رغبة أمريكية عراقية بمواجهة هذه الميليشيات، ورأينا يعني هناك جس نبض كما حصل مع خلية البعيثة عندما اعتقل 14 عنصر من ميليشيا حزب الله واعتقال قاسم مصلح. نعم. أدى ذلك إلى التصعيد، وبالتالي دفع الحكومة للتراجع عن خطواتها وإطلاق سراحهم لأنه عارض الهدف الأساسي الذي يعني وضع للحكومة وهو وقف التصعيد. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي، شكرا جزيلا لكم.